السؤال بعد هذا، ما حكم من يعمل ختمات جماعية لكن لا يسمعون، بعضهم فقط يكتبون تم، وأحيانا يقومون بإهدائها إلى الميت؟ والله بالنسبة للجزء الأول، هنا نوع من أنواع التشجيع والتعاون على البر والتقوى والحث والتحريض وحرض المؤمنين. إن كانت هذه الصورة يعني خلت من الرياء ومن السمعة ومن الشهوة الخفية وخلصت نيات أصحابها لمحض التشجيع والإعانة على عمل الخير وتفقد إخواننا وأخواتنا في الله وحثهن على النهوض والقيام بالشعائر فرائض ونوافل، أرجو إن حسنت في ذلك النية أمر مشروع لا غبار فيه. يبقى الجزء الثاني، إهداء ثواب القراءة للميت. هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الأعمال البدنية المحضة لا ينتفع بها الميت لأنها تتعلق بشخص العابد، لأنها تذلل وقيام بما كلف به، ولا يكون ثوابه إلا للفاعل فقط، إلا ما ورد النص به كالحج والعمرة والصدقة وصلاة الجنازة ونحوه. الاجتهاد الثاني يقول نعم، إنما جاءت به النصوص من وصول الثواب إلى الأموات في بعض المسائل يقاس عليه بقية الأعمال الأخرى. ورد النص في الحج والعمرة وفي الدعاء وفي الصدقات، فيقاس على هذا بقية الشعائر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في قراءة القرآن للموتى إن ثوابها يصل إليه، فقد ذكر أن في هذه المسألة قولين للعلماء، ثم رجح القول بوصول ثواب قراءة القرآن للميت، فقال أما الصيام وصلاة التطوع قراءة القرآن فيه، في هذا قولان للعلماء، الأول ينتفع به وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، الثاني لا تصل إليه وهو المشهور في مذهب مالك. ثم قال والصواب أن الجميع يصل إليه، يصل إلى الميت بإذن الله تعالى.